أهلا بكم. منذ أكثر من أسبوع تستمر الخلافات بين الأطراف اليمنية المتحاورة في الكويت حول جدول الأعمال، وتعثر في المشاورات يؤدي لإعلان وفد الحكومة اليمنية وقف المشاورات في تطور خطير ينذر بفشلها، وتصريحات نارية يطلقها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في لقاء مع قناة روسيا اليوم. أما في عدن يستمر مسلسل السيارات المفخخة، وطائرات التحالف العربي تلاحق عناصر القاعدة في حضرموت. هذا التقرير يرصد مجمل هذه التطورات على الساحة اليمنية. من المقرر أن تتواصل جلسات مباحثات مشتركة بين أطراف النزاع اليمنية في الكويت بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك في أجواء يسودها توتر ولا سيما على الجانب الحكومي، بعد أن اتهم وزير الخارجية الحكومي عبد الملك المخلافي أنصار الله الحوثيين بخرق الهدنة واقتحام معسكر العمالقة في محافظة عمران. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي التفاوضي أبلغ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتعليق مشاركة الحكومة في جلسات المباحثات المشتركة، معتبرا الخروقات العسكرية تهديدا واضحا لنسف محادثات الكويت حد قوله. وبحسب تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإن الجلسات ستواصل مناقشة الرؤية المقدمة من طرفي النزاع ومحاولة التقريب بين وجهات النظر المطروحة تجاه قضايا الحل للخروج بحل شامل للأزمة اليمنية. وفي وقت سابق أبدى المبعوث الأممي بوادر تفاؤل، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاورات والحلول تتطلب مزيدا من الوقت. من جهته الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام قال في تصريحاته أن رؤية الوفد للحل السياسي في اليمن شملت على خروج القوات الغازية من اليمن وعودة السلاح إلى مؤسسات الدولة، وتضمنت رؤية الوفد تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار بكافة أشكاله والتوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية. وأما على مستوى المواقف في الداخل، فقد شن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هجوما على الرئيس هادي وعلى حكومته وعلى الأطراف المتحالفة معه كالمملكة العربية السعودية، ونفى صالح في مقابلة أجرتها معه قناة روسيا اليوم أي دعم إيراني تتلقاه اليمن، وأن ما يتم هو مجرد إشاعات لا غير. العالم يعرف أمريكا الدولة العظمى المسيطرة على العالم، تعرف مخابراتها موجودة في اليمن في إيران في السعودية في كل مكان، نتحداهم يدوم بر إن إيران موجودة ولا مولت ولا وجدت جنديا أو ضابطا أو عسكريا أو مدفع أو رشاش على الأراضي اليمنية، يقدموها براهين إلى الأمم المتحدة ومستعدين لتحمل المسؤولية. هذا كله زيف، كله كلام ليس له أساس من الصحة، هذا عبارة عن مبررات للعدوان. الآن الحوار في الكويت على أي أساس؟ وقال صالح فيما يتعلق بمشاورات الكويت أنهم متفائلين وأنه يجب على الأطراف تقديم التنازلات، مطالبا بتشكيل حكومة وطنية بقيادة الرئيس السابق للحكومة خالد محفوظ بحاح، ومن ثم الدعوة للانتخابات انتقالية بحكومة جديدة تشارك فيها كل القوى السياسية، أو تعود الحكومة التي كانت برئاسة خالد بحاح والمعترف بها والممنوحة الثقة من مجلس النواب، تعود لفترة من 30 إلى 60 يوم، ويحضر لإجراء انتخابات رئاسية برلمانية ما عندنا مشكلة بقيادة حكومة بحاح. صالح وفي حديثه عن المملكة العربية السعودية وجه لها هذه المرة ولأول مرة في مقابلاته اتهاما بمقتل الرئيس السابق إبراهيم الحمدي، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط السياسي والوسط المجتمعي. قتل المرحوم الحمدي، وأنا الأول مرة أصرح بها، قتلوها السعوديين وتآمروا عليها السعوديين، وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية، لأنه كان خصم للسعودية، لأنه لن ينصاع
لتعليمات سعودية. وفي الوقت الذي تتفاوض فيه الأطراف السياسية في الكويت تحت سقف قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وبناء على المبادرة الخليجية، يقول صالح إن المبادرة الخليجية انتهت وانتهت معها الحصانة، معبرا عن موقفه من قرار مجلس الأمن 2216 وكما لو أنه غير معترفا به. انتهت الحصانة بالحرب، الحصانة غير موجودة. أنا محصن بشعب، الشعب هو الحصان وحزبي هو الحصان. أنا لست محصنا بالمبادرة الخليجية، وأقولها 20 مرة، انتهت المبادرة الخليجية وانتهت زي ما انتهى قرار 2216 الذي بينصب هادي رئيس شرعي، انتهت. هذا كلام للاستهلاك. مواقف كثيرة طرحها صالح في مقابلته، ومن ضمنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت تقسيم اليمن إلى أقاليم، الأقاليم التي قال صالح إنه لا يعترف بها أيضا. دخلوا حوار موفنبيك، فندق هنا عندنا اسمه موفنبيك، أخذ وعطى ودا وأقاليم وما أقاليم. لا نعترف بأقاليم ولا إحنا مع الأقاليم، إحنا مع شعب يمني موحد. استفتينا على دستوره واستفتينا على وحدتنا، ما في نقاش، ما في نقاش. من في راس المرك يتمرك، ما في. هذه وحدة وحدة، ما في نقاش، لا تلعبها لا في الكويت ولا في جنيف ولا كلام. إحنا الحوار مع الشعب اليمني. أما على مستوى الملف العسكري فما تزال الخروقات مستمرة للهدنة في كل من تعز والجوف ومأرب ومحيط العاصمة صنعاء، حيث سجلت لجنة التهدئة أكثر من 196 خرقا في تلك الجبهات التي ما تزال مفتوحة وساحة مواجهات للقصف بالسلاح الثقيل والخفيف. وفي الجنوب ما يزال التوتر الأمني حاضرا في الواجهة، ومحاولة الاغتيالات متفاقمة للقادة الأمنيين والعسكريين. ففي عدن نجا المحافظ الزبيدي ومدير أمن المحافظة من محاولة استهداف أخرى تمت يوم الأحد عن طريق انفجار استهدف موكباهما في المدينة. في أبين وعدن وحضرموت تستمر هذه التوترات في التفاقم أيضا، ويستمر معها تحليق مكثف لطيران التحالف العربي، وفي إطار محاربته للقاعدة وتحريره لمدينة المكلا خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من هذه التطورات العسكرية المستمرة على الأرض، ما تزال الأنظار باتجاه الكويت تأخذ مساحتها من التفاؤل بتوصل الأطراف إلى حل سياسي وشامل يضمن لليمن الخروج من دوامة الحرب التي أكلت الأخضر واليابس وفاقمت من معاناة الملايين من اليمنيين، على الرغم من الخلافات البارزة والمتطورة بين أطراف الصراع في الكويت، إلا أن حديث الأطراف والمبعوث الأممي ما يزالان يؤكدان على ضرورة السلام والتوصل إلى حل يرضي الجميع. بعد مرور أكثر من عام على الحرب والدمار والاقتتال والأزمة التي تعصف بالبلاد، للمواطنين رسائل يوجهونها لأطراف الصراع تكشف عن تطلعاتهم للسلام. نستمع إلى هذه الرسائل. بعد مرور أكثر من عام على الحرب، على الدمار، على مضاعفة أعداد القتلى، على تفاقم الأزمات وتجدد المآسي، ما يزال اليمنيون يعيشون تفاصيل المعاناة. الوضع لا يحتمل أكثر مما وصل إليه، لم يعد أحد يطيق هذا الحال. الآن صار الصغار قبل الكبار يبعثون برقيات عاجلة إلى أطراف النزاع، عناوينها حكموا العقل والمنطق وغلبوا مصلحة الوطن والمواطن، لا تعودوا إلا بالسلام، هكذا يقولون. يكفي إلى هنا، الشعب الآن في حالة يرثى لها، يريد أن يعيش عيشة كريمة طيبة بعيدا عن الذل والهوان. الشعب الآن يتطلع إلى ما هو أفضل لا إلى ما هو أسوأ. نتمنى من أطراف النزاع في الكويت أن يسدوا ويخرجوا البلاد والعباد من اللي احنا فيه. نتمنى أن يكفي البلاد أزمات. نتمنى لحلول سلمية للطرفين لجميع الأطراف، وهذه رسالتنا للأطراف النزاع في الكويت. الأفضل أنهم يسدوا ويخلصوا الشعب من الحصار ومن اللي هم فيه يعني.
والناس الذين يتفاوضوا بالكويت أن يتعاونوا ويجدوا حل لهذه الأزمة. تطلعات متعددة يشهدها الشارع العام بشأن اتفاق السلام المتوقع بين الأطراف في مفاوضات الكويت، وإن كان يختلفها نوعا من القموض إلا أن الكثيرين يأملون أن تفضي إلى سلام نهائي ينهي الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. الشعب الآن ينظر إلى مؤتمر الكويت بنظرة تفاؤل، عسى أن يكون مؤتمر خير لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة. نحن متفائلين جدا بدولة الكويت الشقيقة وحكامها، لأنهم لم يأتي لليمن من الكويت إلا كل خير، وإحنا مؤملين على الكويت كثيرا أنها تخرج بحل وسلام بين الأخوة اليمنيين. أنا لا أعتقد شخصيا بأنه هناك حل، لأن المتفاوضون لا يتفاوضون من أجل قضية وطن، وإنما من أجل مصالحهم الشخصية. ما يدور في البلد هو عبارة عن صراع شخصي من أجل مكاسب سياسية ومن أجل وصول السلطة لا أكثر. قضية المواطن مغيبة تماما، قضية الوطن كلها مغيبة تماما في الواقع السياسي. ملامح عدم الثقة تبدو واضحة لدى البعض، وشكوك متعددة وعدم تفاؤل تسبق إمكانية التزام الأطراف بتحقيق السلم والسلام على أرض الواقع. لكن مع ذلك يبدو التفاؤل حاضرا، وأمنيات وطموحات وأحلام كبيرة بتحقيقه اليوم قبل الغد. منذ أكثر من عام تعيش تعز وضعا صحيا مأساويا في ظل الحرب والحصار على المدينة، وتعرض أغلب مستشفياتها للتدمير إلى جانب انعدام الدواء والمستلزمات الطبية. إلى هذا التقرير. وكأن القدر كاتب لهذه المدينة أن تعاني مدى الدهر وأن يتذوق أبناؤها الموت والمر. الحالمة تعز والتي لطالما حلمت بأن تصل إلى المجد، اليوم اقتصر حلمها على الحياة والبقاء فقط. ففي الوقت الذي كانت ولا تزال بأمس الحاجة لأبسط مقومات الحياة، تركت وحدها تواجه قدرها وتصارع الموت حتى في أماكن كانت تعرف بمنابع للحياة. فهنا مثلا في مستشفيات الثورة والجمهوري، نداءات الاستغاثة لا تكاد تتوقف. كل يوم تطلق طالبة إنقاذ وإدراك المرضى والمصابين الذي يموت منهم كل يوم، ولكن لا حياة لمن تنادي. مستشفى الثورة منذ اللحظة الأولى لافتتاح مركز الطوارئ كان هناك العديد من الممولين، وكان الممول الأكبر والأساسي لافتتاح مركز الطوارئ هو الهلال الأحمر القطري ومنظمات بلا حدود وشخصيات اجتماعية ورجال أعمال دعموا مركز الطوارئ الجراحي. لكن هذا الدعم لا يكفي حاليا بسبب الضغط الشديد على المركز. نحتاج دعم إضافي من كل الجهات المعنية، من الجهات المانحة، منظمات الدولية، الحكومة الشرعية، المحافظة، أي جهة داعمة. المستشفى بحاجة لهذه لعدة أدوية الخاصة بمثل هذا المرض، ويوجد لدينا عجز كبير بالأدوية حاليا. نتمنى من الجهات المختصة أن توفر لنا هذه الأدوية، إلى جانب يوجد لدينا عجز بالأطباء لأننا الآن 8 أطباء بس هم الذي يقومون بالعملية كاملة، نغطي الإسعاف ونغطي الباطنية ونغطي القلب ونغطي 8 أطباء فقط. في مستشفى الثورة بضعة أطباء يهرعون لإجراء 5 عمليات في آن واحد، قسم العمليات والعناية المركزة والقلب والجراحة ووحدة الغسيل الكلوي وغيرها، جميعها بحاجة إلى معونات عاجلة من أسرة إضافية واسطوانة أكسجين ودواء ومشتقات نفطية للكهرباء. أما الكارثة الكبرى الوشيكة وقوعها متمثلة في إمكانية توقف مركز الأمل لمكافحة السرطان ومراكز صحية أخرى عن العمل بسبب نقص المحاليل ونفاذ الجرعة الكيماوية التي يحتاجها المرضى، علما بأن مركز السرطان بعد تدمير مقره الرئيس نقل إلى مكان بديل وهو الآن يعمل بإمكانيات بسيطة. مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية مستمر في عمله رغم الصعوبات التي حصلت والحروب في محافظة تعز. المركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية دمر نتاج الحرب، أخرجنا من المركز الأساسي الذي كنا نؤدي دورنا على أكمل وجه فيه، واليوم نحن نعمل في مكان بديل. مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية
يحتاج اليوم إلى إعادة تأثيث وتجهيز، يحتاج إلى الأجهزة والمعدات الطبية التي من خلالها نستطيع أن نقدم خدمات تشخيصية متميزة لمرضى السرطان، يحتاج إلى التأثيث الطبي. اليوم نحن في هذا المكان البديل بحاجة إلى إلى مشروع نداء الاستغاثة. نحن بالعلاج إلى اليوم انتهت جميع أصناف العلاجات الكيماوية، بل يعني أغلبها، وما تبقى قد لا يستمر معنا لأكثر من 15 يوم فقط. هناك كثير من حياة المرضى اليوم مهددة. قبل أشهر قليلة كانت حجة المنظمات الإغاثية الطبية والسلطة في عدن من عدم إيصال المساعدات الطبية لتعز هو الحصار المفروض على المدينة بسبب الحرب والاشتباكات في منطقة الضباب، كما يقول مواطن تعز. ورغم وعود كافة الأطراف بتقديم وتسهيل دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدينة، إلا أنه لم تصل أي من تلك المساعدات. وعلى ما يبدو اليوم أن تعز ستعاني كثيرا بعد عودة الصراع في منطقة الضباب وقطع الطريق مجددا. وتبقى أمنيات ومناشدات أبناء تعز دائما وأبدا هو تجنيب المدينة وإيلات الحرب التي طال أمدها، وإدخال المساعدات الطبية اللازمة إلى مستشفيات المدينة لإنقاذ حياة الأبرياء والمدنيين. في ظل ظروف صعبة وواقع أصبح فيه الكثير من العمال بلا عمل، منهم من خسروا أعمالهم وآخرون أجبروا على تركها وهاجروا، هكذا يحتفل اليمن باليوم العالمي للعمال الأول من مايو في ظروف متغيرة. في مثل هذا اليوم الذي يصادف الأول من مايو أيار من كل عام، تحتفل العديد من دول العالم باليوم العالمي للعمال، بينما تجعل أغلب الدول هذا اليوم عطلة رسمية، ومنها بلادنا، حيث كانت قد أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن أمس الأحد هو يوم إجازة رسمية احتفاء بهذه المناسبة. اليوم عيد العمال العالمي، فرحة تغمر العمال في كل البلاد، ونتمنى أن يعود العيد في العام القادم وقد صلحت أوضاع البلاد وتحسنت الأمور والعمال فرحين في كل أنحاء اليمن إن شاء الله. بسبب فتحنا لهذا اليوم، مع رغم أنه إجازة للعمال، إلا أننا بسبب هذه الظروف اللي مر عليها فتحنا، وخاصة اليوم مع خاصة نحن الآن نفتكر بأنه اليوم هذا اليوم العمال يكون الناس فيه إجازة يتكاثف فيها الزباين، فنحن نذهب للمحلات يعني مبكرا يعني. فيما عمال العالم يحتفلون بمرور عام من العطاء والعمل في ظل حكومات وفرت لهم فرص عمل حقيقية ولبت مطالبهم، تبقى اليمن مغردة خارج السرب باحتفاء أبنائها وعمالها بمرور عام من الجوع والمعاناة والبطالة التي تجاوزت عتبة 70%. طول السنة عيد عمال، ما فيش عمل، عاطلين أكثر من سنتين. عيد العمال هو أكبر عيد، العمال اشتوا تكريم من الدولة، ما بيش عمل لكن يكرموهم، هم اليد العاملة، هي اليد على اللي بتشتغل، هي اللي بتسار، هي اللي بتفعل كل شيء، لكن يعني الدولة راقدة، ما بيش عمل، ولو ما بيش عمل يعني يكرموهم، إنهم الأصل، هم الأصل مشغالين، هم اللي في المزارع، في المصانع، في الشركات، في كل شارع، هم العمال. يرى متابعون أن يكون الاحتفاء الحقيقي بعيد العمال في اليمن هو بعد عمل الحكومة على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم بخلق فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة والسعي لتأهيلهم وتحسين جودة إنتاجهم. مفروض أن يكون الاحتفال بعيد العمال عندما يكون هناك في قوة بشرية عاملة في السوق، لا توجد بطالة، أو على الأقل تكون معدل البطالة مقلصة بشكل كبير، يعني تكون بنسبة 1% 2% فقط، أما بنسبة 90% فهذا شيء جنوني. يجب على الحكومة أن تنظر للجانب الاقتصادي والمهاترات السياسية والصراعات السياسية خاصة على السلطة، هذه تعتبر كوارث تدمر الشعب وتقلص من الفرص وإيجاد فرص العمل بالنسبة للعاملين.